السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه سنخصصها للحديث عن انتشار وباء الدفتيريا وخطورته وحجم الجهود الدوليه والمحليه لمواجهته. إذن أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات جراء مرض الخناق الدفتيريا في اليمن إلى 48 حالة منذ بدء انتشار الوباء قبل نحو شهرين. وقالت المنظمة في تقرير لها إنها رصدت حالات الوفاة بالمرض في 19 محافظة. وأضاف التقرير أنه تم تسجيل 610 حالات يشتبه إصابتها بالمرض، مشيرا إلى أن إب والحديدة هما أكثر المحافظات تضررا. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: طبيعة وخطورة الوباء الجديد واتساعه في أكثر من محافظة، وهل تتناسب الجهود الدولية والمحلية مع حجم اتساع الوباء. نتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفي. أعداد من فارقوا الحياة وأولئك الذين ما زال الموت يتهددهم، وحدها ما بقيت المنظمات الدولية تحصيها على مدى أعوام مضت، ولا يبدو أن هذا العام سيكون مختلفاً وإن تبدلت المسببات. مرض الكوليرا، وبالرغم من تسببه بإصابة أكثر من مليون حالة، إلا أنه لم يعد يحتل المرتبة الأولى كأكثر الأمراض خطراً على حياة اليمنيين. فمرض الدفتيريا القادم الجديد منذ شهرين يعد أشد فتكاً، حيث تتراوح معدل الوفيات المتوقعة للدفتيريا بين 15% من الحالات. وبحسب منظمة الصحة العالمية ارتفعت عدد الوفيات جراء إلى 48 حالة خلال أكثر من 60 يوماً فقط، في حين سجلت 610 حالات يشتبه إصابتها بالمرض في 19 محافظة. ومن أصل 23 محافظة كانت محافظة إب والحديدة أكثر المحافظات تضرراً به، وكانت الفئة العمرية ما بين 15 و15، وكذا الأطفال دون 15 أكثر الفئات تعرضاً للإصابة بحسب ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن. مرض الدفتيريا الذي ينتقل عبر جرثومة الوتدية الخناقية يصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف وأحياناً الجلد، وكغيره من الأوبئة تفشى نتيجة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي خلفتها الحرب، إضافة للأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية في بلد يصنف اليوم كأفقر دول العالم. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة في محافظة تعز. دكتور مساء الخير. أهلا بك دكتور. يعني تحذيرات كثيرة من انتشار واتساع رقعة مرض الدفتيريا، ما هو مرض الدفتيريا؟ هل حدثتنا يعني عن طبيعة المرض وحجم الخطورة؟ مرض الدفتيريا هو أحد أمراض الطفولة التي يجب أن تكون قد اختفت بفعل عمل برامج التحصين الموسعة المنتشرة في كافة الدول ومنها بلدنا اليمن، وهو مرض بكتيري ينتقل عن طريق السعال وعن طريق الاستنشاق، يصيب البلعوم والحلق والأذنين وكذلك العينين، وهو من الامراض من امراض الطفوله كما قلت، يصيب الفئه العمريه الى حد ما تحت 15 عاما، وهو من الامراض التي يجب ان نكون لا نشاهدها في هذا العصر وفي هذا الوقت بالذات بعد توفر اللقاح العلمي وكذلك الامصال في حاله الاصابه، ولكن هذا فشل محسوب تراكمي خلال السنوات الماضية. نعم. أن برامج التحصين الموسعة لم تقم بالواجب المطلوب عليه. نعم، لكن دكتور أنت ذكرت أنه من أمراض الطفولة بدرجة رئيسية، يعني ما فوق فئة أو العمر 15 عاما يعني ليسوا مهددين بالإصابة بهذا المرض؟ هي من الأمراض الطفولة القاتلة، ويفترض أنه فوق سن 15 عاما يجب أن لا يشاهد بحكم أن المناعة تؤخذ تلقائيا من المجتمع نتيجة لانتشار
الجرثومة والبكتيريا، ويأخذ اللقاح طبيعيا. كما أنه محسوب أن من يصل إلى سن 15 ولا يصاب بمرض البكتيريا، هذا يعني أنه قد تلقى التلقيح والتطعيم المناسب في سن الطفولة. فإذا عند مشاهدتنا لحالة بكتيريا خلال هذه الفترة العمرية، هذا يعني أن هناك فشل في التحصين الموسع. نعم، وتتفاوت درجات الخطورة ما بين الأعوام تحت سن 15، أم أنها يعني الخطورة واحدة لا فرق بين الأعوام؟ الخطورة تكمن في سن ما تحت 10 نتيجة لتكون غشاء كاذب في منطقة الحلق، ممكن أن تؤدي إلى تقلص شديد في عضلات البلعوم، وتؤدي إلى الاختناق، وخاصة يعرف هذا أخصائي الأطفال عندما يكشف على الطفل ويفتح فائه، هو يكون حريص ألا يستخدم خافض اللسان بطريقة عنيفة لكي يخفض لسان الطفل ليشاهد هذا الغشاء، فقد يكون هناك ردة فعل لعضلات البلعوم فيسد البلعوم، وممكن أن يحتبس الأكسجين ويمنع من الدخول، وفي هذه الحالة يمكن أن يؤدي بالطفل. والمستشفيات التي تقوم بالكشف على هذه الفئة العمرية يجب أن تكون مجهزة بغرفة تخدير وعمليات لكي يكون هناك استعداد لعمل فتحة في الحنجرة سريعة وإعطاء الأكسجين اللازم عن طريق فتحة في الحلق. نعم دكتور، لكن يعني بطبيعة الحال في اليمن يعني هناك الوضع المادي الذي يعانيه الفئة الأكبر من الناس داخل البلد، وأيضا يعني واقع الحرب وصعوبة الوصول إلى المستشفيات، هل هناك إجراءات أولية يمكن للأسر اتخاذها في حال اكتشفت أن هناك حالة في الأسرة مصابة بمرض الخناق الدفتيريا؟ نعم، أولا على الأسرة أن تراقب في هذا الوقت بالذات منذ الإعلان عن بدء ظهور حالات الدفتيريا أو حالة الخناق، عليها أن تراقب من أن ارتفاع درجة الحرارة الشديدة لدى الأطفال مصاحب بألم في الحلق ومصاحب أيضا بالتهاب بلعومي، عليها أن تتوقع أنه ربما تكون حالة دفتيريا، وعليها الإبلاغ. فإذا ما أبلغت فرق الاستجابة السريعة المكونة في المحافظات وفي المديريات التابعة للمحافظة المعينة، فعلى هذه الفرق أن تذهب إلى منزل الطفل وتعطيه المصل والدواء المناسب، ثم تقوم بالتحزين حول المنزل، وذلك بتلقيح 40 منزل حول الحالة المكتشفة. هذا ما هو على الأسرة وما هو على وزارة الصحة وطرق الاستجابة السريعة. أما ما هو على المنظمات، فيجب عليها أن تتلافى الخطأ المتراكم خلال السنوات الماضية، وتقوم بالتحصين الموسع الحقيقي، وليس الأرقام التي كانت تتحدث عن 100% و120% و150%. وفي الحقيقة أن هذا الظهور وهذه المفاجأة لظهور حالات دفتيريا لا يعني شيئا، إلا أن هناك فشل ذريع في التحصين الموسع التي تقوده المنظمات الدولية في اليمن، وهذا ليس تبرئة لوزارة الصحة، ولكن الجميع يشترك في هذا الخطأ. نعم، لكن دكتور حتى تتصحح الفكرة للمشاهد، أنه يعني في حال هناك حالة مصابة تم نقلها للمستشفى، أنت تحدث عن أنه تجرى عملية لفتح الحنجرة، هذا إجراء أخير يعني ليس بالإجراءات الأولى، هناك أدوية كثيرة يعني تجاوز هذا المرض. نعم، هذا آخر إجراء ممكن أن يقوم به الطبيب في حالة الخطوط الشديدة وفي حالة التقلص الشديد لعضلات البلعوم، هذا لا يحدث إلا في الحالات المتأخرة. نعم. وأنا أعتقد أنه في هذا الوقت وفي زمن انتشار المعلومة تقل هذه الحالات، بل تكاد لا نسمع بها، ولكن الآن مع هذه الظروف التي تعيشها البلاد وتقطع السبل للوصول إلى المراكز الصحية وخلو المراكز الصحية من مشغلي الخدمة ومن الموازنات ومن الأدوية، ربما تحدث وربما الموت كان حاصلا لهذه التراكمات. لكن الالتهاب البسيط مع ارتفاع شديد في الحمى والتهاب البلعوم
على الأسرة أن تبادر فورا إلى عرض الطفل على أخصائي الأطفال وإلى أقرب مركز صحي. فإذا ما تم الاكتشاف بأن هذه حالة دفتيريا تقوم فرق الاستجابة بتحزيم المنزل وذلك بتلقيح 40 منزل حول هذه الحالة. نعم، وضحت الصورة هنا دكتور، تكرم بالبقاء معنا، نشرك معنا في النقاش. سينضم إلينا الصحفي بسيم الجناني من محافظة الحديدة. سيد بسيم مساء الخير. مساء النور عليك وعلى جميع المشاهدين وعلى الضيوف الكرام، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد بسيم. يعني هناك إحصائية مؤخرا حددت أن محافظة الحديدة وأيضا محافظة إب من أكثر المحافظات التي تعاني من انتشار الدفتيريا، يعني هل هناك إحصائية لعدد الحالات المصابة بالمرض في محافظة الحديدة تحديدا؟ نعم أخي، طبعا الحديدة هناك 44 حالة مصابة بالدفتيريا دخلت إلى مستشفى هيئة مستشفى الثورة بالحديدة خلال الأيام الماضية. نعم. منها 12 حالة وفاة، أربعة أو حدود 12 حالة أيضا تم علاجها وهي تحت الملاحظة. نعم. ومستمرة في أخذ العلاجات. ما زالت هناك 4 حالات تحت الخطر، ما زالت موجودة حتى اليوم داخل مركز علاج الدفتيريا الذي افتتح مؤخرا في هيئة مستشفى الثورة. الوضع الصحي في الحديدة طبعا بشكل عام مؤسف جدا، و يعني معاناة كبيرة جدا، خاصة في مع انتشار أمراض المعدية بجانب الدفتيريا وهو ما يفاقم معاناة المشكلة الصحية بشكل كبير جدا. هناك أيضا نقص في موضوع المحاليل، في موضوع الأدوية، شحة الأدوية الموجودة حاليا في المحافظة أو ما يتم صرفه من قبل المنظمات، هو ما يجعل من هذا المرض يعني يتفاقم بشكل كبير وينتشر بشكل أوسع، خاصة أن هناك محاليل خاصة لمعالجة هذا المرض غير متوفرة، وإن توفرت فهي تتوفر بشكل ببوالغ عالية جدا ولا يستطيع لا الهيئة توفرها أو المواطن أن يشتريها. نعم. هذا بشكل عام فيما يتعلق بالمرض. لكن سيد بسيم، يعني ما هي المناطق التي يتركز فيها انتشار المرض في الحديدة؟ غالبا هم المناطق الريفية، يعني أغلب الحالات تأتي من المناطق الريفية في جنوب المحافظة كبيت الفقيه والمراوعة في الشرق، وأيضا في موضوع في المغلاف شمالا في أكثر المناطق، إضافة إلى بعض الحالات التي وصلت من المدينة نفسها. هناك يعني ما زالت حتى تبعات حمى الضنك وبعض الأمراض التي ما زالت كانت وما زالت موجودة، سوء التغذية أيضا منتشر بشكل كبير وما زال يتفاقم بشكل كبير. فهناك أمراض متعددة بجانب الدفتيريا، واستغرب جدا يعني من التركيز على المرض في مواسم معينه، مثلا الدفتيريا هذا تم الاعلان عنه قبل ما يقارب شهرين من الان، وهناك حصل ركود في موضوع الاغاثه بشكل كبير جدا حتى يتم الاعلان مجددا من قبل منظمه الصحه العالميه واشعار الناس بان المرض يهدد حياه الاطفال والمواطنين، فيبدا العمل عليها اعلاميا واغاثيا. الأصل أن يعني تستمر الجهود بشكل متواصل. نعم. في دعم هذه المراكز التي تستقبل الحالات، مع العلم بأن محافظة الحديدة بأكملها لا يوجد فيها إلا مركز واحد فقط لاستقبال، كان هناك للكوليرا والآن هو ذاته للدفتيريا، لا يوجد غيره. يعني هناك قصور كبير في دعم المنظمات لهذه المراكز أو في افتتاح مراكز جديدة خاصة في المناطق الريفية البعيدة. لدينا مناطق ريفية يوجد فيها الآن معارك وحروب وصراعات، هذه المناطق لا نعرف إحصائياتها وأمراض المديريات بأكملها تحت حصار المعارك، ويوجد فيها أكيد من كثير من الأمراض لا يوصل إليها الغاثة، لا توصل إليها المحاليل الطبية، لا توصل إليها المنظمات ولا أي جمعيات خيرية لمعرفة الأمور الصحي في هذه المناطق. نعم، لكن الجهود في محافظة الحديدة من قبل الجهات المحلية وأيضا الدولية لا بأس بها، لكن هنا السؤال، لماذا تتسع مساحة الوباء رغم الجهود المبذولة حتى الآن؟ التوعية بالمرض يعني مقتصر، يعني إنه نقول معدمة، يعني لم تكون غير موجودة. أيضا الفقر والفاقة والبطاله والتفشي في المحافظه بعكس بقيه المحافظات، هناك تراكمات لعشرات السنين تعاني منها محافظه الحديده، ومن الجهل والفقر والجوع
والبطالة، يعني عوامل عديدة تجعل من محافظة الحديدة وريفها هي خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض المعدية والمجاعة والفقر. يعني هناك بيئة خاصة تختلف عن بقية المحافظات للأسف تم إهمالها من فترة طويلة، وهذه هي تراكمات الماضي يتم الآن يدفع ضريبته الآن أطفال ومواطنين المحافظة من خلال الأمراض والمعدية والوفية في محافظة الحديدة في كافة الأمراض الأوبئة التي حصلت خلال 3 سنوات هذه تعتبر هي الأولى على بقية المحافظات. وضحت الصورة. أشكرك سيد بسيم الجناني صحفي من محافظة الحديدة، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي الدكتور عبد الرحيم السامعي. دكتور، يعني مؤخرا الإحصائيات تشير إلى انتشار كبير للوباء في الحديدة وإب، ماذا عن تعز؟ تعز، أولا قبل أن أجيب على السؤال أنا أولا أضم صوتي إلى الأخ بسيم الجناني من أن التركيز على خطأ ارتكب قبل سنوات نتيجة عدم التحصين الموسع للأطفال يجب أن لا يتم التركيز فقط على هذا المرض، وإن كان لابد من أخذ الحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد والشك لوجود أي حالة دفتيريا بين الأطفال الذين يعانون من التهاب البلعوم. لكن النظام الصحي هو نظام متكامل، هو عبارة عن نظام يجب أن يبدأ بالتحصين وينتهي بتوفر وسائل الصحة المعززات للصحة العامة، ثم ينتهي أيضا مرورا بالتغذية العامة ورفع درجة المناعة في المجتمع. فيما يخص مدينة تعز، كان هناك حالة اشتباه في العديد من الحالات، لكن الحمد لله لم تؤكد أي حالة، وهذا لا يعني الاسترخاء والركون إلى أنه لا توجد حالات، بل أن رفع درجة الشك من وجود أي حالة دفتيريا في تعز هي حالة صحية. وعلينا أن نعزز هذا ونرفع درجة الشك لدى الأسر ولدى المجتمع ولدى الجهاز الصحي والنظام الصحي وفرق الاستجابة. هناك 23 فرقة استجابة في 23 مديرية يتم الرصد على مدار 24 الساعة، وقد كان لهذه الفرق دور بارز اتضح من خلال اكتشاف حالة شلل أطفال قبل 24 ساعة من الآن في منطقة واحدة في مديرية ذباب باب المندب. تم تبليغ وزارة الصحة في عدن بوجود هذه الحالة، حالة شلل أطفال. فإذا يجب التركيز على جميع الأمراض منها أمراض الطفولة وكذلك الجائحات والفاشيات المرضية الأخرى التي تصيب الكبار. إذن هو نظام صحي متكامل تربوي، نظام يجب أن يكون متكامل من جميع الجهات ليس وزارة الصحة لوحدها فقط. نعم. إذن دكتور، دعنا نشرك معنا في النقاش وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي. دكتور مساء الخير. الخير. مرحبا بك دكتور. يعني مناطق جديدة وضحايا يتزايدون كل يوم بوباء الدفتيريا، إلى أين تمضي هذه الكارثة وما حجم جهود الحكومة المبذولة لمكافحة هذا الوباء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الأخوان في قناة بلقيس وجميع طاقم القناة على تغطيتهم هذا الحدث. أشكر أيضا ضيوفك الكرام الأستاذ الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير عام مكتب الصحة والسكان محافظة تعز ورفيع من محافظة الحديدة. حقيقة هناك جهود كبيرة تبذل من قبل وزارة الصحة العامة والسكان وجميع كوادر الوزارة، جميع طاقم الوزارة في عموم محافظات الجمهورية. هناك إشكالية كبيرة نواجهها في وزارة الصحة العامة والسكان، إن القطاع الصحي تعرض للانهيار، ما يزيد عن 55% من المرافق الصحية تم تدميرها من قبل ميليشيا الانقلاب عندما استولت على مؤسسات الدولة منها المؤسسة الصحية، وخلال الحرب التي تقوم بها ميليشيا الانقلاب، وآخرها ما يحدث في محافظة تعز، ضرب مستشفى الثورة ومكتب الصحة في تعز. هذه الميليشيات يعني تهاجم كل ما هو في صالح المواطن من هالمنشآت الصحية. تم عرقلت حملات التحصين أكثر من مرة من قبل الميليشيا في صنعاء، تم إعادة اللقاحات من مطار صنعاء منذ عام
إلى جيبوتي مرتين، وللأسف الشديد منظمة الأمم المتحدة لم تحرك ساكن في هذا. هذه الميليشيا كل ما يعنيه القطاع الصحي ونمر به اليوم هي ما تقوم به ميليشيا الانقلاب في انتهاكات للقطاع الصحي. هناك إشكالية كبيرة طبعا، منها الكادر الصحي شرد، الكادر الصحي اعتقل، الكادر الصحي لا يزال مطارد، وهذه كلها أثرت سلبا على انتشار كثير من الأوبئة والأمراض مؤخرا من ضمنها الدفتيريا. سجلت ما يزيد عن 610 حالة حتى اليوم في 19 محافظة من محافظات الجمهورية حالات اشتباه، في عدد من حالات الوفاة كانت النسبة الكبيرة في محافظتي إب والحديدة. هناك جهود كبيرة تبذل من قبل الوزارة بشراكة مع اليونيسيف منظمة الصحة العالمية، لكن الفجوة كبيرة جدا. نحن الآن مع الأخوان في مركز الملك سلمان قمنا بإعداد خطة وبدعم من مركز الملك سلمان لحملة للدفتيرية مبلغ 4 مليون دولار مقدم من مركز الملك سلمان لغاية والأعمال الإنسانية. لا تزال الخطط نشتغل عليها وسنناقشها مع الأخوان في مركز الملك سلمان. منظمة اليونيسف هي من يريد تنفيذ المشروع لكن بإشراف من وزارة الصحة العامة والسكان، وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سنفتد حملات لعدد من محافظات الجمهورية والمناطق والمديريات المستهدفة. اليوم التقينا في العاصمة عدن مع مدراء عموم مكاتب الصحة والسكان في محافظة أديان وعدن ولحج والضالة بحضور ممثلين عن مكتب اليونيسف ومكتب منظمة الصحة العالمية. اتفقنا أنه خلال 48 ساعة إن شاء الله تكون خطط جاهزة لعدد من المناطق، وسنقوم بحملات للمناطق التي تم فيها تسجيل حالات اشتباه وتحزيم المناطق الذي حواليها. طبعا هناك عوامل عديدة أدت إلى انتشار الكثير من الأمراض من ضمنها الدفتيريا، مثلا النزوح لعدد من الكثير من المواطنين إلى كثير من المناطق بسبب الحرب، الازدحام في هذه المناطق، وجود فصل الشتاء مع المدارس، سوء التغذية، كل ذلك كان له أثر في انتشار الدفتيريا. نعم دكتور، سأكمل معك لكن سأعود لضيفي الدكتور عبد الرحيم السامعي. يعني دكتور، إلى أي حد يمكن القول أن الجهود المحلية وأيضا الدولية كافية لمجابهة هذا المرض؟ نعم، كما أوضح الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة القطاع الصحي الأولية بأن نحن جئنا على نظام صحي مدمر، وفي الحقيقة نحن ورثنا نظام صحي هش. جاءت الميليشيات الانقلابية ثم قضت على ما تبقى من هذا النظام، وبالتالي فإن الجهود المحلية ليست كافية، لكن بتكاتف الجهود المحلية وما لكن الجهود هل تتناسب مع الوضع الاستثنائي دكتور؟ حتى هذه اللحظة أنا أقول لا، وهذه حقيقة. يجب أن تكون الجهود أعلى ورفع الاستعداد الكامل. نحن في محافظة تعز كما قلت بأن 23 فرقة من فرق الاستجابة جاهزة وتعمل على مدار الساعة، وينقصنا الإمكانيات، وكما تعرفون بأن رواتب القطاع الصحي لا زالت متوقفة ومتقطعة، تأتي كل 3 أشهر، بل أن السنة الماضية لم يستلم الكادر الصحي راتبه، بالتالي فإن هذا هو جزء مما يجب أن يضاف إلى الجهود التي يمكن أن تنتشل القطاع الصحي بالكامل، ونستطيع مواجهة الدفتيريا وغيرها من أمراض الطفولة والأمراض في السن المتقدمة. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة في محافظة تعز. أعود للدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة. دكتور، لعلك استمعت لحديث الدكتور عبد الرحيم السامعي، وأيضا الكثير يتحدث أن الجهود الدولية وتحديدا المحلية لا تتناسب مع حجم الكارثة والوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد في ظل العبث الذي مارسته الميليشيات. نعم، مثل ما تفضل الدكتور عبد الرحيم السامعي انه ورثنا نظام صحي منهار، والحرب الذي شنتها الميليشيا كملت على ما تبقى من هذا النظام. هذا كله له دور سلبي على انتشار الأوبئة في كثير من محافظات الجمهوريه. الجهود التي تبذل من الحكومه خصوصا وزاره الصحه العامه والسكان وبرعايه من دوله رئيس الوزراء الاستاذ الدكتور احمد عبيد بن دغر وباهتمام من مؤسسه الرئاسه
الفجوة كبيرة جدا، وهناك جهود تبذل، وزارة الصحة والحكومة والجميع يبذلوا جهود، لكن الفجوة كبيرة بسبب ما تشأنته الميليشيا على القطاع الصحي بدرجة رئيسية، على مستوى مثلا الخدمات الصحية، الطب العلاجي، الأدوية، كل ذلك كان تبع على وزارة الصحة العامة والسكان. ولولا دعم الأشقاء في التحالف العربي، خصوصا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي واللجنة العليا للإغاثة الكويتية، هذا كل الدعم الذي تلقيناه من أشقائنا ساعدنا على الحفاظ على النظام الصحي من عدم الانهيار. نحن اليوم استطعنا أن نوقف كثير من المنشآت الصحية تقوم بدور كبير جدا وتقوم بجهود كبيرة، لكن الإشكالية لا تزال موجودة. بمعنى التحرك قائم على دعم الجهات المانحة، بينما الموازنة يعني الخاصة بوزارة الصحة لا يعني لا تفي في بالغرض في مجابهة هذا المرض. لا تبذل جهود كبيرة من الحكومة ودعم من الحكومة، لكن الفجوة كبيرة جدا يعني القطاع الصحي بحاجة إلى جهود أكبر، وهناك جهود كبيرة تبذل من قبل الحكومة ورئيس الوزراء. القطاع الصحي كمان كبير جدا، القطاع الصحي يعاني من انهيار منذ سنوات عديدة، وليس من اليوم أو من أمس أو من سنة أو من سنتين، إنما ما قامت به الميليشيا في خلال 3 سنوات الماضية دمر ما تبقى من القطاع الصحي. الجهود التي تبذل تحاول أن تحافظ على ما تبقى من هذا النظام الذي هو أساسا منهار. دعم فيما يتعلق أنا كيف تزال كبيرة جدا، بنعمل إن شاء الله أننا نتعاون مع الإغاثة الهلال الأحمر الإماراتي ولجنة العليا للإغاثة الكويتية وكذلك الشركاء الدوليين أن نحافظ على هذا النظام. نواجه جائحات كثيرة، جائحة الكوليرا إلى اليوم نحن لازلنا نواجه الثالث ما يلحد من كل تعدد المحافظات، الدستيرية الطفلة ظهرتنا مؤخرا في المناطق، لكن مع ذلك كل هذه تقوم بها الجهود وزارة الصحة العامة والسكان وبدعم من الحكومة قمنا بحملات، كذلك حملات تثقيف صحي وفتح طرف عمليات مركزية في عموم قرن عمليات نعم. لكن يا دكتور هنا سؤال أخير، بالنسبة للمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات كيف تتعاملون معها في وزارة الصحة؟ المناطق التي تخضع لطلوة الانقلاب، نحن يعني كالحديدة وإب التي شهدت مؤخرا أكبر نسبة في انتشار الدفتيريا، اللي أوضح لكم ذات أنه نحن عمو السكان التي توصلنا للعاصمة عدن نقوم بإرسال للمناطق التي تخضع لطلوة الانقلاب عن طريق مكتب منظمة الصحة العالمية، وقد قمنا بإرسال 53 خدمات طبية إلى هذه المناطق عن طريق مكتب منظمة الصحة العالمية. كذلك الأسبوع الماضي قمنا بإرسال 300 من محالي القفيل الكلوي إلى محافظة الحديدة، وقبل أمس قمنا بالتنسيق مع مكتب منظمة الصحة العالمية في العاصمة عدن لإرسال 300 جلسة غسيل كلوي إلى مستشفى الثورة في صنعاء، و300 إلى المستشفى العسكري في صنعاء، و300 غسيل كلوي إلى مستشفى الثورة في إب. كل ذلك تقوم به وزارة الصحة العامة والسكان بالتنسيق مع مكتب منظمة الصحة العالمية، لكون أن التجربة السابقة مع هذه الميليشيات تمنع وصول المستلزمات الطبية إلى المناطق التي هي بحاجتها، وبالتالي كان هناك اتفاق بين وزارة الصحة العامة والسكان ومركز الملك سلمان في العاصمة عدن ومنظمة الصحة العالمية أن يكون توصيل هذه المستلزمات الطبية وكل الاحتياجات والأدوية عن طريق مكتب منظمة الصحة العالمية وتوصلها إلى المناطق التي هي بحاجتها. هذه كلها تقوم بوزارة الصحة العامة والسكان العاصمة عدن، وعندنا نحن مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية في مستودعات وزارة الصحة العامة والسكان وهي لجميع محافظات الجمهورية. حاليا قمنا بالاتفاق مع مكتب اليونيسف بإنشاء غرفة تبريد للقاحات كولد روم في العاصمة عدن وأخرى في إن شاء الله في مطار عدن ستكون بديلة عن صنع إن هذه المخازن تسيطر عليها الميليشيا وتمنع وصولها لمحافظات الجمهورية، بينما الذي سيكون في العاصمة عدن سيكون لعموم محافظات الجمهورية، ونحن كحكومة شرعية مسؤولية تامة لتوصيل هذه اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية لعموم محافظات الجمهورية. بالأخير هم أبناءنا، كل أبناء الشعب اليمني أبناءنا في عموم محافظات الجمهورية، ونحن مسؤولين عليها. وضحت الصورة، أشكرك جزيلا الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. إذن مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة، أشكر أيضا ضيوفي الصحفي بسيم
الجناني كان معنا من الحديدة، والشكر أيضا للدكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة في محافظة تعز. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، أترككم في رعاية الله.